في موضع أفضل من الكرة الثابتة ولكن دون استغلال حتى الآن. هي كرة ثابتة كانت خطيرة من زيزو، وادي كرة، هل فيها هدف في ظل الإعادة؟ هل فيها هدف؟ فيها هدف لصالح نادي الزمالك. اتكلمنا وقلنا قبل كده ان احنا نخلينا مع الملعب خاصة لما المباراة رتمها بيكون عالي، ونخلي الاعادات في التوقفات، عندنا توقفات كتير، ولكن هنا هدف لصالح نادي الزمالك، سمعناها من صوت الجمهور، لسه ما شفناش الهدف، تقريبا الونش هو اللي جاب الهدف، الكرة اتلعبت بسرعة، هنا اللاعب مصطفى شلبي ياخد فاول، اتلعب الفاول بسرعة، لكن مين اللي لعبه؟ هل فتوح ولا مين؟ هنشوفها ونتابعها، هنعلق على الهدف من الإعادة، فتوح لمصطفى شلبي، ما فيهاش أوف سايد والأوفرلاب، يلعب الكرة العرضية، وأدي الونش، يا ولد يا ولد يا ولد، ده هدف عايز لايف، ده هدف عايز التعليق لايف، عايز التعليق لايف، مش عايز التعليق وأنت عارف إن الكرة هدف، يحطها حلوة قوي، ده ركنة معلم، دي ركنة معلم يا ونش، سامحني يا ونش ما علقتش على الجول لايف، بعلق عليه في الإعادة. كابتن نادي زمالك يسجل هدف اول، هل راسيه ولا بكتفه؟ عموما هي هدف لصالح نادي الزمالك وهدف حلو، مركون ركنه حلوه على شمال